يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله راح نبدأ بمناقشة شابتر 3 في مادة الإلكترونيات. المناقشة تبعت شابتر 3 مقسومة لقسمين، تمام؟ اليوم حنناقش جزء، والجزء الجاي غالبا نهاية الأسبوع هذا أو بداية الأسبوع الجاي إن شاء الله، عشان لما الدكتور ينزل واجب تكونوا عارفين تحلوه، تمام؟ في هذا الجزء من الشابتر حنتعرف بشكل عام على الايديال ديود وكيف بدنا نتعامل معه، تمام؟ إذا بقول لي إنه بعد ما تعرفت على التفاصيل الفيزيائية الخاصة بالديود، نشوف كيف بتصرف هذا الديود في الذرة. أول حاجة بدي أتعرف عليها اللي هو الايديال ديود، اللي هو الديود اللي حقيقة هو فعليا مش موجود، تمام؟ إيش يعني؟ نشوف. هلقيت الايديال ديود هو عبارة له طرفين، أنود وكاثود. الطرف الموجب هو الأنود والطرف السالب هو الكاثود. في حالة الفورورد بايسنج زي ما حكينا في المعمل، بيكون الطرف الموجب تبع المصدر متصل بالأنود والطرف السالب تبع المصدر متصل بالكاثود، يعني بيكون جهد الأنود أعلى من جهد الكاثود. إذا شرط الفورورد بايسنج إنه في للأنود أعلى من في للكاثود. في هذه الحالة، في حالة الايديال دايود، بعتبر الدايود عبارة عن شورت سيركت. ايش يعني شورت سيركت؟ يعني بشيل هذا الدايود من الذرة. في حالة كان فورورد بايسنج ايديال دايود، بشيل هذا الدايود من الذرة، بحط مكانه سلك. السلك بمر في تيار ولكن جهده عبارة عن زيرو. ففي هذه الحالة بتعامل انه الدايود عبارة عن سلك جهده زيرو ولكن بمر في تيار، تمام؟ طيب هذا في حالة الفورورد بايسنج. طب في حالة الريفيرس بايسنج ايش نعمل؟ في حالة الريفيرس بايسنج بيكون الطرف الموجب للمصدر متصل بالكاثود، يعني بالطرف السالب للديود. الطرف السالب للمصدر بيكون متصل بالانود، يعني بالطرف الموجب للديود، تمام؟ اذا هيكون في الانود اقل من في الكاثود، لانه السالب هو المتصل بالانود والموجب هو المتصل بالكاثود. اذا حيكون جهد الانود اقل من جهد الكاثود. في هذه الحالة بيكون الديود ريفيرس بايسنج. اذا كان الديود ريفيرس بايسنج وكان ايديال ديود، بعتبر انه الديود عبارة عن اوبن سيركت، يعني بشيل الديود من الذرة بحط مكانه سلك مفتوح او مفتاح مفتوح، تمام؟ في هذه الحالة في عنا في للديود، وفي للديود بيكون نفسه جهد المصدر إذا كان طبعا متصل اتصال مباشر على التوازي، يعني مفيش بينهم حاجة، تمام؟ بس ما فيش تيار. ليش ما فيش تيار؟ لأنه إذا كانت الذرة مفتوحة تلقائي بمرش عنا تيار، تمام؟ طيب بشكل عام كقاعدة عامة بنقدر نحكي دايما إنه في الديود عبارة عن في الأنود ناقص في الكاثود، تمام؟ إذا لو اجينا نتعامل مع دارة زي هذه، دارة إلها مصدر في انبوت. الفي انبوت هذا ايش ماله؟ ساينوسويدال، يعني اي سي سيجنال، تمام؟ في حالة البوزيتيف سايكل، يعني لو كان هنا عندي موجب وهان عندي سالب، تمام؟ هيكون الموجب متصل مع الانود والسالب متصل مع الكاثود، اذا هذا فورورد بايسنج، تمام؟ طيب في حالة النيجاتيف سايكل، هيكون هنا سالب وهنا موجب، اذا السالب متصل مع الموجب والموجب متصل مع السالب، هيكون ريفيرس بايسنج، تمام؟ نيجي نشوف توضيح هذا الموضوع. اول حاجة هان عنا في انبوت. في انبوت عبارة عن ساينوسويدال سيجنال متماثلة حول التي، تمام؟ الها في بيك، تمام؟ طيب هذا بالنسبة لفي انبوت. لو اجيت اخذت في اوتبوت على المقاومة هذه، ايش حيكون عنا في اوتبوت؟ نيجي نشوف. هلقيت في حالة كان عنا الجزء الموجب من الموجة، يعني هنا موجب وتحت سالب، حالة فورورد بايسنج، موجب مع موجب سالب مع سالب، بتصرف الدايود كشورت سيركت يعني كسلك. فبكون كل الجهد على المقاومة هو عبارة عن ايش؟ هو عبارة عن جهد المصدر. اذا الجهد على المقاومة حيكون نفس جهد المصدر. هذا وين؟ في البوزيتيف سايكل. في النيجاتيف سايكل بيكون هان سالب وهان موجب، سالب مع موجب، موجب مع سالب، اذا عندنا ريفيرس بايسنج. ريفيرس بايسنج يعني الدايود عندي بتصرف كاوبن سيركت، فبياخد كل جهد المصدر، تمام؟
إذا أخذ كل جهد المصدر إيش حيصير؟ مش حيضل عندي جهد، حيضل ومش حيمر تيار في الدارة. ما إنه مش حيمر تيار في الدارة ومش حيضل عندي جهد لأن الداد أخذ كل الجهد، إذا في أوتبوت حتكون عبارة عن زيرو. تمام؟ إذا هان حيكون بوزيتيف سايكل بعدين زيرو، بوزيتيف سايكل بعدين زيرو وهكذا. إذا الخلاصة هي هنا في النصف الموجب من الموجب يكون الأنود متصل بالموجب والكاثود متصل بالسالب، إذا فورورد بايسنج. إذا الديود يتصرف كشورت سيركت، ففي إنبوت عبارة عن في أوتبوت. في حالة الريفيرس بيكون في أوتبوت عبارة عن زيرو. تمام؟ هلا لو اجيت اجيب الافرج او الدي سي فاليو، هذه انا اثبتها في المعمل، هيكون عندنا الافرج او الدي سي فاليو عباره عن في بيك على باي او في ماكسيموم على باي. تمام؟ طيب بقول لي انه مش ممكن انه تتصل الديودات على التوالي بشكل عشوائي، لا لازم اتاكد انه حيمر تيار في الداره. مثلا هنا موجب مع سالب، موجب مع سالب، هيك بمر عندي تيار في الدارة وهيك بمر عندي تيار في الدارة. ليش؟ لأنه لو فرضنا أنه هان موجب مصدر الجهد وهان سالب مصدر الجهد، ففعليا هذا متصل بالأنود وهذا متصل بالكاثود، يعني السالب هنا مع السالب والموجب هنا مع الموجب، فحيمر تيار. بينما هنا مش حيمر تيار. ليش؟ لأنه لو مر التيار في هذا الاتجاه حيصطدم بهذا الديد فمش حيمر. ونفس القصة هنا مش حيمر التيار. تمام؟ إذا حيمر التيار فقط في هذه الحالة. إذا الديودين لازم يكونوا في نفس الاتجاه في حالة التوالي عشان يمر التيار. طيب نيجي هلأ نشوف الـ IV characteristic للـ ideal diode. طيب هلأ لو كان V للديود أكبر من الزيرو، يعني في الانود ناقص في الكاثود اكبر من الزيرو. ليش؟ لانه احنا قلنا قبل شوي انه في دي هي نفسها في الانود ناقص في الكاثود. اذا انقل في الكاثود على الطرف الثاني، صار عندي في الانود اكبر من في الكاثود. هذه الحاله هي حاله الفورورد بايسنج. الايديال دايود بيكون عباره عن ايش؟ بيكون عباره عن شورت سيركت. ما انه شورت سيركت، الشورت سيركت يعني السلك تقريبا ملوش مقاومه اذا كان ايديال. ليش؟ ملوش مقاومة وبالتالي حيمر التيار في السلك. تمام؟ I بتكون عبارة عن V على R. V على إيش؟ على المقاومة. المقاومة عبارة عن إيش؟ عبارة عن زيرو لأنه السلك ملوش مقاومة، فالتيار إنفينيتي. تمام؟ طيب طبعا مش حيكون في عنا جهد للديود، يعني هنا V تقريبا كمان زيرو. إذا التيار حيكون عبارة عن إنفينيتي. V عندي هو محور السينات و I هي محور الصدات. طبعا R عبارة عن إيش؟ زيرو. طيب لو كان عندي العكس، يعني VD أقل من الزيرو، يعني V الأنود ناقص V الكاثود أقل من الزيرو، يعني V الكاثود أكبر من V الأنود، حيكون الديود ريفيرس بايسنج. إذا كان ديود ريفيرس بايسنج حيكون، إذا كان ايديال حيكون بتصرف كأوبن سيركت. إذا تصرف كأوبن سيركت مش حيمر تيار. لما يكون عندي اوبن سيركت بتكون مقاومة هذا الجزء من الدارة عالية جدا. تمام؟ اذا بتكون R infinity. I حتكون عبارة عن ايش؟ V على R. V على المالة نهاية عبارة عن زيرو. تمام؟ اذا حيكون عندي الجهد عبارة عن زيرو لما R تكون مالة نهاية، يعني لما يكون عندي اوبن سيركت. فهذا هو الرسمة تبعت V و I. اذا بكل بساطة لو بدي أمثلها بالشكل هذا، نيجي نشوف الـ IV characteristic في حالة الـ forward biasing، يعني هذه الحالة حيكون عندنا هذا الجزء. في حالة الـ reverse biasing، يعني هذه الحالة حيكون عندنا هذا الجزء. تمام؟ طيب هل قلت لو كان في عندي ديودين متصلين على التوازي متعاكسين، ايش بسميهم؟ بسميهم انتي بارالل، بتصرفوا دايما كشنط، يعني حاجة على التوازي. ليش؟ نيجي نشوف. هل قلت في هذه الحالة حيمر التيار عنا هيك، اذا دي واحد حيكون هو الان ودي اثنين حيكون اوف لانه ريفيرس بايسنج. تمام؟ فحيمر التيار. في هذه الحالة لما انعكست مصدر الجهد وخليت الديودات زي ما هي، صار هذا دي اثنين هو الفورورد بايسنج ودي واحد هو الريفيرس بايسنج، فدي واحد اوف ودي اثنين اون. تمام؟ اذا برضو حيمر تيار. اذا التيار حيمر في الحالتين، فهم حيتصرفوا كشنط دائما. تمام؟ طيب
لو كان عندي دايود ومقاومة على التوالي، كيف حيتصرف الدايود في حالة الفورورد بايسنج وفي حالة الريفيرس بايسنج؟ نيجي نشوف. أول حاجة حالة الفورورد بايسنج، هنا عنا لاحظي إنه الموجب هذا متصل مع الأنود، والسالب هذا لاحظي إنه أول عن آخر متصل مع الكاثود، حتى لو في عنا مقاومة في الطريق، تمام؟ إذا حيتصرف كإيش؟ كشورت سيركت، فحيكون عنا ال في لل حيكون عندنا I اللي مر في الدارة هو عبارة عن V على R، تمام؟ طيب هل قلت لو أنا بدي أحط V على محور السينات و I على محور الصادات وإجيت أرسم العلاقة بين V و I، هلاقي إنه السلوب عندنا هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن 1/R، تمام؟ طيب في حالة الريفيرس بايسنج، يعني هان سالب مع موجب وهان سالب الكاثود مع الموجب تبع المصدر، هيكون عندنا الدايود هيتصرف كايش؟ كاوبن سيركت، ما انه تصرف كاوبن سيركت اذا مش هيمر عندنا تيار في الدارة، تمام؟ اذا اي هتكون عبارة عن زيرو، فهان هيكون اي عبارة عن زيرو طول الوقت حسب الرسمة، تمام؟ طيب هان عندنا سؤال بقول لي بلوت اي في كاركترستيك فور سيركت شون، هاي هان عندي رسمة وطالب ارسم الاي في كاركترستيك. اول حاجة الدايود هذا ايديال ولا لا، وبدي اشوف قطبية الدايود واشوف هل هو فورورد بايسنج ولا ريفيرس بايسنج. هلا السؤال هان عنا بقول لي مش موضح عندي جهد المصدر قديش، في اكس مش موضحها قديش، تمام؟ مش موضح هل هي ساينوسويدال هل هي دي سي، ايش وضعها بالضبط؟ فاحنا ايش بنفترض؟ بنفترض انه لو كانت، بنفترض افتراضين، مره انه في اكس اكبر من الزيرو ومره في اكس اقل من الزيرو. ففي حاله كانت في اكس اكبر من الزيرو حيكون هذا الدايود ايش ماله؟ حيكون ريفيرس بايسنج، وانا مفترضه باي ديفولت انه ايديال، تمام؟ اذا هيكون ريفيرس بايسنج ليش؟ لانه هيكون في الانود اقل من في الكاثود، فحيتصرف كاوبن سيركت ومش حيمر عندي تيار في الدائره. طيب لو كانت في اكس سالب، يعني هان سالب وهان موجب، حيصير سالب مع سالب، موجب مع موجب، حيكون فورورد بايسنج، فحيمر عندي تيار في الدائره في هذا الاتجاه، تمام؟ حيتصرف كايش؟ كشورت سيركت، حيكون عندي في الانود اكبر من في الكاثود. اذا في حالة كانت في اكس موجبة حيمر في اكس موجب مش حيمر عندي تيار، تمام؟ زي ما هنا قلنا. في حالة كانت في اكس سالبة، يعني هذه المنطقة حيمر عندي تيار ولكن ايش؟ في الاتجاه العكسي بالسالب، تمام؟ والسلوب حيكون عندنا 1/R. طيب هلا بقول لي اذا كانت في اكس اكسبريست اس في اكس تساوي في اوتبوت كوزين اوميجا تي بلوت ذا كرنت اس فانكشن اوف تايم، يعني هو هلا صار مخبرني وخالص انه الفي اكس هي في اوتبوت كوزين اوميجا تي، طالب مني ارسم التيار. احنا اتفقنا انه في حاله البوزيتيف سايكل حيكون الدايود اوف، في حاله النيجاتيف سايكل حيكون الدايود اون، او في حاله هان سالب وموجب، موجب وسالب، تمام؟ طب في حالة البوزيتيف سايكل قلنا حيكون الدايود ايش؟ اوف، فهان وهان هحط التيار زيرو، ليش؟ لانه الدايود اوف. في النيجاتيف سايكل حيكون الدايود اون، تمام؟ ولاحظي انه التيار حيكون في على ار، وفي اصلا سالبة، فاذا كانت في سالبة فحيطلع التيار سالب، اذا هاخد الجهد نفسه نفس القيمة بس مقسومة على ار، تمام؟ هلا نيجي للانبوت اوتبوت كاركترستكس. هلا بنقدر بشكل عام لو بدنا نقارن بين الانبوت والاوتبوت نحط الانبوت فولتج على الاكس اكسس والاوتبوت فولتج على الواي اكسس، تمام؟ عندنا مثلا هنا سؤال طالب الانبوت اوتبوت كاركترستك ومعطيني انه في بي هذه عباره عن 2 فولت. اول حاجه هو معطيني هاي الدايود، عندنا الدايود هان دائما واصله موجب 2 فولت من هان، تمام؟ فاول حاجه بدي احدد هل هو اوبن سيركت ولا شورت سيركت ولا ايش بالضبط، بدنا نحدد بناء على مصدر الجهد. طيب مصدر الجهد مش معروف عندي قديش قيمته، فايش بدنا نعمل؟ انا بيهمني عشان يكون الدايود اون يكون في دي اون، يعني في الانود ناقص في الكاثود يكون اكبر من الزيرو، هذا في حال كان ايديال، تمام؟ في حال كان براكتيكال لازم يكون اكبر من 7/10، بس احنا حاليا بنتعامل مع ايديال دايودز لحد هلا
في المادة ما خدناش غير الايديال دايتس، في المعمل اخدنا البراكتيكال لانه في المعمل نشتغل على دايت حقيقي، ولكن في المادة احنا هلأ نتعامل مع ايديال دايت. إذن بهمني في دي اللي هي في الانود ناقص في الكاثود تكون اكبر من الزيرو، يعني في الانود اكبر من في الكاثود، تمام؟ طيب هلأ في الانود لو تلاحظ هي نفسها في بي، تمام؟ اذا في الانود هي في بي، في الكاثود هي نفسها تقريبا في ان باهمال المقاومة، تمام؟ اذا بهمني انه في بي تكون اكبر من في ان بعد ما عوضت بهدول القيم، في بي 2، اذا بهمني هان انه في ان تكون اقل من الاثنين عشان يطلع عندي اوتبوت، عشان يكون الدايود اون. ففي هذه الحالة قديش حيكون الاوتبوت؟ اذا كان الدايود اون هذا حيكون شورت سيركت، فحيكون الاوتبوت هو نفسه في بي، تمام؟ يعني حيكون 2 فولت. اذا الدايود عشان يكون اون لازم يكون في انبوت اقل من الاثنين، حيكون في اوتبوت عندنا عبارة عن 2. طيب الدايود اوف متى حيكون الدايود اوف؟ يعني اوبن سيركت. الدايود حيكون اوف يعني اوبن سيركت لو كان عندي في الانود اقل من في الكاثود، تمام؟ او في الانود ناقص في الكاثود اقل من الزيرو، يعني في الانود اقل من في الكاثود. في الانود قلنا في بي، في الكاثود قلنا في ان، اذا في ان تكون اكبر من الاثنين، فلو كانت في ان اكبر من الاثنين عندي حيكون الدايود اوبن، تمام؟ فوقتها بدي اجيب في اوتبوت. ها لو بدي اجيب في اوتبوت هي حتكون جهد اللي على الدايود زائد الاثنين فولت هذه، تمام؟ او بكل بساطة هان مش حيمر عندي تيار في الدائرة، اذا في اوتبوت هي نفسها في انبوت، صح؟ او مش متأكدة لف لوب، خدي سالب 2 فولت زائد في الدايود زائد في اوتبوت يساوي زيرو، هيك لفينا بهذا الشكل، تمام؟ طيب اذا حيكون عندي سالب 2 زائد في الدايود هي في الانود ناقص في الكاثود زائد في اوتبوت يساوي زيرو، في الانود هي 2، في الكاثود هي في انبوت، اذا نطلع انه في اوتبوت هي في انبوت. هي ما بتجيبيها بهذه الطريقة مباشرة، بتقولي انه اوبن سيركت يعني مش حيمر تيار، يعني المقاومة مش شغالة، فيش اش شغال غير الفي انبوت حاليا، ففي اوتبوت تساوي في انبوت، يا اما بتلفي لوب. طيب نيجي هالقيت للاكزامبل اللي بعده. الاكزامبل اللي بعده حاطط لي هان الدايود وحاطط هان المقاومه وهان حاطط لي في بي، تمام؟ طيب متى حيكون الدايود اون ومتى حيكون اوف؟ نيجي نشوف. الدايود حيكون اون لو كان في الانود اكبر من في الكاثود، في الانود تقريبا هي في بي، في الكاثود تقريبا هي في ان، تمام؟ اذا لو كان في بي اكبر من في ان يعني 2 اكبر من في ان، فلو كانت الاثنين اكبر من في ان حيتصرف الدايت كشورت سيركت، فالفي اوتبوت اللي هي الجهد هذا حيكون هو نفسه في انبوت، الجهد هذا حيكون هو نفسه في انبوت اللي هو الجهد على المقاومه زائد في بي، تمام؟ طيب لا متى حيكون الدايت اوف؟ لما يكون في الانود اقل من في الكاثود، تمام؟ يعني في بي اقل من في ان، يعني في ان اكبر من الاثنين. ف عنا عند الاثنين اذا كانت في ان اكبر من الاثنين حيكون الدايود اوف، حيكون في اوتبوت 2 فولت، يا اما مباشره يا اما عن طريق اللوب زي قبل شويه. لما يكون اقل حيكون في اوتبوت بيساوي في انبوت، تمام؟ ركزوا فيها شويه شويه، بتصير باي ديفولت تشتغلوها. طيب نيجي على الايت للسكشن اللي بعده اللي بيحكي عن البي ان جونكشن از دايود. هالايت في عنا الدايودز لها different models، في عنا الاكسبوننشال موديل بهذا الشكل، عنا هذا الايديال موديل. الايديال موديل بتعامل انه دي اون بتعامل معها كشورت، في دي اكبر من الزيرو، في الانود اكبر من في الكاثود. في حال كانت دي اوف بتعامل معها كاوبن، في دي اقل من زيرو، في انود اقل من في الكاثود، فالجهد وقتها بيكون التيار وقتها بيكون زيرو، بينما في حالة الشورت التيار بيكون له قيمة. في عنا الموديل الثالث اللي هو الكونستانت فولتج موديل او البراكتيكال موديل، هذا هو اللي بنتعامل معاه في المعمل. في حال كان الدايود اون في دي بتكون اكبر من 7 من 10، يعني في الانود ناقص في الكاثود اكبر من 7 من 10.
في حالة كانت off في دي بتكون أقل من 7/10، يعني في الأنود ناقص في الكاثود أقل من 7/10. طبعا هذا الحكي لو كان الديود سيليكون، يعني في دي اون إله 7/10. لو كان نوع تاني بيكون في دي اون إله قيمة تانية غير 7/10. تمام؟ هنا عندي اكزامبل ايش بقول لي. plot the input output characteristic of circuit assume VB عنا عبارة عن 2 فولت. واول حاجة طالب استخدم الـ ideal model. هاي هنا عندي الرسمة وطالب اعتبر انه حاليا احنا في الـ ideal model و VB تساوي 2 فولت. طيب ايش نعمل؟ اول حاجه بدي اشوف متى حيكون الدايود اون. لو كانت في دي اكبر من الزيرو، يعني في الانود اكبر من في الكاثود، في الانود هي عباره عن ايش؟ هي عباره عن في بي اللي هي 2 فولت، في الكاثود هي في انبوت. تمام؟ اذا في اوتبوت طيب حتكون يعني متى حيكون اون؟ لما تكون في ان اقل من الاثنين. طيب في اوتبوت قديش حتطلع؟ هذا بصير شورت سيركت في حال كان اون. في اوتبوت حتكون في انبوت ناقص الجهد هذا ناقص الفي بي، يعني ناقص الاثنين. تمام؟ طيب متى حيكون دي اوف؟ يعني متى حيكون اوبن سيركت؟ لو كانت في دي اقل من الزيرو، يعني في الانود اللي هي في بي ناقص في الكاثود اللي هي في ان اقل من الزيرو، يعني في الانود اقل من في الكاثود، يعني اثنين اقل من في ان او في ان اكبر من الاثنين. في حالة كان اوبن مش حيمر تيار في الدارة، فمش حيكون في عنا جهد على المقاومة، فحيكون في اوتبوت عبارة عن زيرو. تمام؟ اذا هاي هنا عنا اكبر من الاثنين حيكون في اوتبوت عبارة عن زيرو، اقل من الاثنين لما تكون في انبوت اقل من الاثنين حيكون عندي في اوتبوت عبارة عن في انبوت ناقص اثنين. كيف بدي ارسم هذا الخط؟ بحط مرة في اوتبوت بزيرو حتطلع في انبوت اثنين. تمام؟ هان يعني بحط مرة في انبوت زيرو بتطلع في اوتبوت سالب اثنين، هان بوصل النقطتين مع بعض بكون رسمت الخط المستقيم. تمام؟ هذا توضيح للحكي اللي حكيته، بس عمليات حسابية من باب التوضيح للحكي اللي حكيته. طيب هنا احنا استخدمنا الـ ideal model. هلا ايش بدي استخدم؟ بدي استخدم الـ constant voltage model او الـ practical model. وهان قايلي افترضي انه في دي اون عبارة عن 8/10. تمام؟ طيب لما يكون في دي اون 8/10 متى حيكون الدايود اون؟ اذا كان في دي اكبر من 8/10. في دي هي عبارة عن في الانود ناقص في الكاثود، هتكون اكبر من 8/10. في الانود 2. تمام؟ اذا 2 ناقص في انبوت اللي هي في الكاثود اكبر من 8/10. ففي انبوت ايش بدها تكون؟ بتساوي ان اللي هذا على الطرف هذا وال 8/10 على الطرف هذا، ففي انبوت حتكون اقل من 1.2. تمام؟ بنفس الطريقة متى حيكون الدايود اوف؟ إذا كانت في دي أقل من 8/10، يعني في الأنود ناقص في الكاثود أقل من 8/10. قلنا إنه في الأنود عبارة عن قديش؟ عبارة عن 2، في الكاثود عبارة عن في إنبوت، فنقول هذه هان وهذه هان، فبصير في إنبوت أكبر من 1.2. تمام؟ إذا لو متى حيكون الدايود أون؟ لو كانت في إنبوت أقل من 1.2. متى حيكون أوف؟ لو كانت في إنبوت أكبر من 1.2. طب لما يكون أون كيف نتعامل مع الدارة؟ حاجة أحط بدال الدايود مصدر جهد قيمته 8/10 أقطابه حسب أقطاب الدايود. إحنا عنا الدايود لو تلاحظي هان الموجب وهان السالب، فححط بطارية قيمتها 8/10 هان الموجب تبعها وهان السالب، وبدي ألف لوب. سالب في إن ناقص 8/10 زائد 2 زائد في اوتبوت يساوي 0. ففي اوتبوت إيش بتساوي؟ بتساوي في إن نقوليها على الطرف الثاني ناقص 1.2. بنفس الطريقة لما يكون الدايود اوف بحطه كأوبن سيركت، فإذا كان أوبن سيركت مش حيمر تيار في الدارة، فمباشرة في أوتبوت عبارة عن زيرو بدون ما أغلب حالي وأعمل لوب. تمام؟ طيب إذا في إن أقل من 1.2 هيكون الأوتبوت هو في إن ناقص 1.2، هيو خط مستقيم. في إن أكبر من 1.2 هيكون الأوتبوت عبارة عن زيرو. هيك بكون رسمت الـ input output characteristic. طيب عندنا كمان سؤال نيجي نشوفه.
بقول لي for the circuit shown sketch the input output characteristic. معطيني انه في بي عبارة عن 1 فولت وبقول لي استخدمي الايديال موديل للديود في البداية. طيب اول حاجة عندي في الانود ايش بتساوي؟ بتساوي هاي الانود بتساوي في ان، في الكاثود ايش بتساوي؟ بتساوي في بي، تمام؟ يعني بتساوي 1 فولت. متى حيكون الدايود اون؟ لما يكون في بي اكبر من الزيرو، يعني في الانود اكبر من في الكاثود. في الانود هي في ان، في الكاثود هي في بي اللي هي 1. اذا لما تكون في ان اكبر من 1 في هذه الحالة حيكون الدايود اون وحيتصرف كشورت سيركت. طيب وقتها في اوتبوت ايش بدها تساوي؟ لوب في لوب، سالب في ان زائد 1 فولت زائد في اوتبوت بدها تساوي زيرو. اذا في اوتبوت حتساوي في ان ناقص 1، تمام؟ طيب هذا في حالة الدايود اون. في حالة الدايود اوف هيتصرف كاوبن سيركت. متى بكون الدايود اوف؟ لو كانت في دي اقل من الزيرو، يعني في الانود اقل من في الكاثود. في الانود في ان، في الكاثود 1. اذا في ان اقل من 1 هيكون الدايود ايش؟ هيكون اوف وهيتصرف كاوبن سيركت. اذا تصرف كاوبن سيركت في اوتبوت هتكون زيرو. ليش؟ لانه مش حيمر تيار في الداره، وبالتالي مش حيكون في جهد عنا على المقاومه، تمام؟ اذا لما تكون في انبوت اقل من 1 بيكون في اوتبوت زيرو، لما تكون في انبوت اكبر من 1 بيكون في اوتبوت هي في انبوت ناقص 1، تمام؟ طيب مطلوب مني احل نفس السؤال باستخدام البراكتيكال موديل، تمام؟ او الكونستانت فولتج موديل. سواء قال لي انه في دي اون 7 من 10 او ما قاليش. لو ما قاليش بفترضها باي ديفولت 7 من 10. لو قال لي انها 7 من 10 بستخدمها 7 من 10، قال لي 8 من 10 بستخدمها 8 من 10، وهكذا. طيب هلا في دي اون بتعامل معاها لما يكون اون، بتعامل مع الدايود كبطارية. متى بيكون اون؟ لما يكون في دي اكبر من 7 من 10، يعني في الانود ناقص في الكاثود اكبر من 7 من 10. في الانود هي نفسها في انبوت، في الكاثود 1. اذا في انبوت لازم تكون اكبر من 1.7 عشان يكون الدايود اون. طيب لو كان الدايود اون هبدله ببطارية مقدارها 7 من 10 اقطابها حسب اقطاب الدايود، يعني هان الموجب وهان السالب. بدي اجيب في اوتبوت فبلف لوب، سالب في انبوت زائد 7 من 10 زائد 1 زائد في اوتبوت يساوي زيرو. ففي اوتبوت حتساوي في انبوت ناقص 1.7، تمام؟ طيب متى حيكون الدايود اوف؟ لما يكون عندي في دي اقل من 7 من 10، يعني في الانود ناقص في الكاثود اقل من 7 من 10، يعني في انبوت ناقص 1 اللي هي نفسها في بي اقل من 7 من 10، يعني في انبوت اقل من 1.7. في حالة كان الدايود اوف هحط بداله اوبن سيركت، مش حيمر تيار في الدارة بما انه ممرش تيار، اذا ما فيش جهد على المقاومة، تمام؟ اذا لما تكون في انبوت اقل من 1.7 في اوتبوت زيرو، لما تكون اكبر من 1.7 بتكون في اوتبوت عبارة عن في انبوت ناقص 1.7. طيب نشوف الفرع الاخير. بيقول لي assuming the input is expressed as في انبوت تساوي في اوتبوت كوزاين الاوميجا تي. يعني هلا المصدر عندي اعطاني اياه جاهز، اعطاني اياه sinusoidal signal قيمتها في اوتبوت كوزاين الاوميجا تي. plot the output as function of time using ideal model. رسمة الانبوت المعطى هي اللي باللون الازرق، تمام؟ رسمة الاوتبوت هي اللي باللون الاخضر، والحدود اللي بالحمراء هذه بس عشان اكون عارفة النقاط اللي بتشتغل عليها. هل ايه؟ زي ما قلنا ايديال موديل، نرجع للايديال موديل. هيو لما تكون في دي اون بيكون عندنا في اوت، لازم تكون في ان اكبر من 1 عشان يكون في دي اون، وفي اوتبوت بتكون في انبوت ناقص 1. فباجي هنا لما تكون في انبوت اقل من 1 بيكون في دي اون، تمام؟ لما تكون في اوت في انبوت اكبر من 1 بيكون في دي اوف. طيب فهي عندي في انبوت تساوي 1، بدي اشوف القيمة اللي اكبر من 1 والقيمة اللي اصغر من 1.
طيب هيك أكبر من الواحد by default، هيك أصغر من الواحد. طيب أصغر من الواحد إحنا قلنا سيبكم من هذا الكتابة المكتوبة هان خطأ، هذا المفترض يتبدلوا. لما تكون في input أقل من الواحد يعني الديود on، حيكون في output عبارة عن في input ناقص واحد، ففي output هو نفسه إيش حيكون في input هذا اطرحي منه واحد. تمام، لما يكون الديود off حتكون في output zero، فهان حيكون عبارة عن zero. تمام، طيب خلينا نكمل. اول اشي بعتذر عن صوت دوشة بس يبدو الجيران عندهم مناسبة. هلا for the circuit shown in figure، برضو معطيني VB عبارة عن 2 فولت، طالب ارسم الـ input والـ output characteristic. تمام، هلقيت اول حاجة باستخدام الـ ideal model بدي اطلع V الانود موصول مع ايش؟ مع سالب VB يعني سالب 2، في الكاثود موصول مع سالب في انبوت. تمام، فلقيت عنا في دي اون حتكون، متى حيكون الدايود اون يعني حتعامل معها كشورت سيركت؟ لما يكون عندي في دي اكبر من الزيرو. تمام، يعني في الانود اكبر من في الكاثود، في الانود سالب 2، في الكاثود سالب في ان. شيل السالب مع السالب ايش بصير لما نقسم على سالب واحد؟ بصير انه بتنعكس الاشاره، هذه من الخصائص المتباينه، لما نقسم على سالب بتنعكس الاشاره، فبصير عندنا في انبوت اكبر من الواحد، اكبر من الاثنين. تمام، فلما تكون في انبوت اكبر من الاثنين بيكون عندنا الدايود اون، يعني ببدله بشورت سيركت. حط الشورت سيركت، الاوتبوت على الشورت سيركت عباره عن ايش؟ عباره عن زيرو. بنفس المنطق متى حيكون الدايود اوف؟ حيكون الدايود اوف لما يكون عندي في دي اقل من الزيرو، يعني في الانود اقل من الفي الكاثود. في الانود سالب 2، في الكاثود سالب في ان، شيل السالب بصير عندي في ان اقل من الاثنين. تمام، طيب لما يكون اقل من الاثنين حبدله بايش؟ حيكون اوف، حبدله باوبن سيركت، فحيكون في اوتبوت مش حيمر عندي تيار، في اوتبوت حيكون هو عباره عن ايش؟ حيكون هو عباره عن لوب في لوب. في اوتبوت هو عباره عن في دايود، في دايود هو عباره عن في انبوت في انبوت هذا ناقص الاثنين هذه. تمام، فهي في اوتبوت عباره عن في انبوت ناقص الاثنين. تمام، طيب اذا في حاله كان الدايود اون لما في ان اكبر من الاثنين بيكون في اوتبوت زيرو، لما يكون في ان اقل من الاثنين بيكون الاوتبوت في ان ناقص اثنين. طيب هلا طالب استخدم الكونستانت فولتج موديل، يعني في دي اون بتساوي 7/10. بنفس الطريقه في دي عشان تكون اون لازم تكون في دي اكبر من 7/10، يعني في الانود ناقص في الكاثود اكبر من 7/10. في الانود سالب 2، في الكاثود سالب في ان، سالب 2 ناقص سالب في ان اكبر من 7/10، ففي ان هتكون 7/10 زائد 2 يعني 2.7. عشان يكون الدايود اون لازم تكون في ان اكبر من 2.7. طيب قديش حيكون الجهد؟ حيكون في اوتبوت هو نفسه الفي دي ويساوي 7/10 فولت. طيب لما يكون عندي الدايود اوف بتعامل معاه كاوبن سيركت، متى حيكون اوف؟ لو كان عندي في دي اقل من 7/10، يعني في الانود ناقص في الكاثود اقل من 7/10، في الانود سالب 2، في الكاثود سالب في ان، ففي ان تطلع اقل من 2.7. اذا لما تكون في ان اقل من 2.7 بيكون الدايود اوف، لو كان الدايود اوف يعني اوبن سيركت حيكون في اوتبوت هي في انبوت ناقص 2. تمام، نرسم الرسمه بنفس طريقه الرسمات السابقه. طيب هلقيت معطيني انه اسيوم انه الفي انبوت هي عباره عن في بي كوزاين اوميجا تي. تمام، وطالب ارسم رسمه الاوتبوت. احنا اتفقنا لما تكون في انبوت اكبر من الاثنين، واحنا مستخدمين ايديال دايود، لما تكون في انبوت اكبر من 2 بتكون في اوتبوت 0، لما تكون في انبوت اقل من 2 بيكون في اوتبوت هي عباره عن في انبوت ناقص 2. اول حاجه هي هنا عندي تي وهي في انبوت، في انبوت تساوي 2 هيها. تمام، لما تكون في انبوت اكبر من 2 يعني فوق ال 2 في اوتبوت 0. تمام، فهان حيكون 0 وهان حيكون 0 وهان حيكون 0. لما تكون في انبوت اقل من الاثنين حيكون الاوتبوت عباره عن في انبوت ناقص 2.
فهي باخذ في انبوت اللي هي هذه الاصليه وبطرح منها اثنين، هي عندي في انبوت ناقص اثنين. تمام. طيب بعتذر كمان مره على الازعاج، عارفه انه صوت الازعاج عالي كتير بس للاسف انا مضطره اسجل في الوقت هذا. طيب هل ات for the circuit shown assume a constant voltage model ومعطيني انه في دي اون عباره عن 7/10 فولت. اول حاجه طالب plot v output as function of i in، يعني بدي محور السينات يكون i input ومحور الصادات يكون v output. تمام. هلا حطت لي مصدر تيار مع مقاومه بالتوازي من نورتون من دوائر واحد، مصدر تيار مع مقاومة بخليه مصدر جهد قيمته I input في R1 و R1 بتصير على التوالي. تمام. عملنا source transformation أو استخدمنا نورتون. تمام. هاي هنا عنا الدايود وهاي هنا عنا الاثنين فولت وهاي V output محدد ليها. طيب متى حيكون الدايود on؟ لما يكون VD أكبر من 7/10، يعني V الأنود ناقص V الكاثود أكبر من 7/10. طيب V الأنود هو عبارة عن إيش؟ هو عبارة عن الانبوت اللي هو I input في R. تمام. ناقص V الكاثود اللي هو الاثنين فولت لازم يكون أكبر من 7/10. إذا ال I input في R لازم تكون أكبر من 2.7، ف I input لازم تكون أكبر من 2.7 على R. تمام. طب V output شو حيساوي؟ V output حيساوي 7/10 اللي هي هذه زائد الاثنين، إذا حيساوي 2.7 فولت. تمام. طيب متى حيكون الدايود أوف؟ لو كان V دايود أقل من 7/10، يعني V الأنود ناقص V الكاثود أقل من 7/10، يعني I in أقل من 2.7 على R، وقتها V output إيش بدها تساوي؟ بدها تساوي نفس جهد الانبوت اللي هو I input في R، أو لف لوب وتأكدي. تمام. اذا لما تكون اي ان حطينا محور السينات اي ان ومحور الصادات في اوت، لما تكون اي ان اكبر من 2.7 على ار بيكون في اوتبوت 2.7، اقل من 2.7 على ار حيكون الفي اوتبوت عباره عن اي ان في ار. تمام. طيب بقول لي plot the current flowing through R1 as function of IN، يعني هناك حطينا V output كfunction بIN، هان الcurrent اللي بيمشي في R1 بدي أخده كfunction of IN. تمام. طيب يعني بدي أحط محور السينات IN ومحور الصادات I of R1. متى حيكون الدايود on؟ حيكون عنا I of R1 هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن 2.7 على R. ليش؟ لأنه الجهد اللي عنا هاي لما يكون الدايود on حيكون التيار المارر في R1 هو 2.7 اللي هو الجهد هذا على R. تمام؟ بنفس الطريقة لما يكون off حيكون I of R1 هي نفسها I input. تمام؟ هذا ممكن تجيبيه من الرسمة الأصلية وممكن تجيبيه من الرسمة الثانية، يعني لو بدي أجيبها من الرسمة الأصلية لما يكون الدايود on حيكون الجهد هان 2.7، قيمة التيار حيكون الجهد على المقاومة يعني 2.7 على R. لما يكون الدايود off حيكون هذا open circuit مش حيمر هان تيار، فالتيار اللي حيمر في المقاومة هو نفس التيار اللي داخل الدارة كلها. تمام؟ إذن بعد 2.7 على R حيكون الأوتبوت 2.7 على R، وقبل حيكون عبارة عن I input نفسه. طبعا واضح ان الدارة بتعتمد اعتماد كبير على ايش؟ على دوائر واحد. طيب هان برضو بنستخدم الكونستانت فولتج موديل نفس الطريقة. نيجي نشوف، اول حاجة نستخدم source transformation ونحط هادي R في I in وهادي R. تمام. وهي عنا الدايود. V الأنود هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن V input اللي هي R في I input. V الكاثود هي إيش؟ هي عبارة عن الزيرو الجراوند الأرضي. تمام. طيب أول حاجة متى حيكون الدايود on؟ لما يكون V الدايود أكبر من 7/10، يعني V الأنود ناقص V الكاثود قصدي 8/10، يعني V الأنود ناقص V الكاثود أكبر من 8/10، يعني I in R ناقص 0 أكبر من 8/10، فوقتها حيكون I input لازم يكون أكبر من 8/10 على R عشان يكون الدايود on. وقتها إيش حيكون الأوتبوت؟ حيكون 8/10. ليش؟ لأنه الدايود حيتحول لبطارية مقدارها 8/10. تمام. طيب
بنفس الطريقة. متى حيكون الدايد اوف؟ لما يكون في دايد اقل من 8 من 10، يعني في الانود ناقص في الكاثود اقل من 8 من 10، يعني اي انبوت اقل من 8 من 10 على ار، تمام؟ فوقتها في اوتبوت بتكون عبارة عن اي انبوت في ار. ليش؟ لانه هذا حيكون اوبن، ففي اوتبوت هي نفسها جهد المصدر اي انبوت في ار. اذا بعد 8 من 10 على ار حيكون عندي في اوتبوت 8 من 10، قبل حيكون الاوتبوت اي انبوت في ار. طيب plot current flowing through R1 as a function of I input. نرجع للدارة الأصلية، مطلوب مني أخلي محور السينات I input ومحور الصادات I of R1. لو رجعت للدارة الأصلية في حالة الدايود أون، جهدها حيكون 8 من 10، تمام؟ فالجهد على المقاومة 8 من 10، فالتيار في المقاومة حيكون 8 من 10 على R. طب في حالة كان الدايود أوف، حيكون التيار كله مارر في المقاومة، فالتيار حيكون I input هو نفسه I R، تمام؟ هيو بنفس الطريقة هيو، تمام؟ طيب for the circuit shown، سؤال جديد using constant voltage model، معطيني VD on عبارة عن 7 من 10، plot V output as a function of I input. لاحظ ايش معطيني؟ معطيني ديودين، ديودين عكس بعض، وبالتالي اكيد واحد فيهم حيشتغل والتاني مش حيشتغل. طيب عنا الحالة الاولى لما يكون دي واحد هو الان ودي اتنين اوف، تمام؟ لو كان دي اتنين اوف فهو ايش؟ open circuit، ودي واحد اون فهو شورت، فهو بطارية مقدارها 7 من 10 أو 8 من 10 حسب المدخل. هاي 7 من 10، تمام؟ يعني هذه بدليها ب7 من 10. لوب في لوب حيصير عندي سالب 7 من 10 زائد I input في R زائد V output بيساوي 0. ف V output إيش ده تساوي؟ ده تساوي I input في R زائد 7 من 10، تمام؟ طيب طبعا اني برسم التيار زي هيك بيعنيش انه هذا اتجاه التيار، لا، بيعني لي انه هان في مصدر تيار. طيب الحالة الثانية انه يكون دايد واحد اوف ودي اتنين اون. اذا كان دايد واحد اوف يعني هان اوبن سيركت، فهذا الفرع كله مش موجود، حيكون عندي التيار مارر في اي اتجاه؟ حيكون مارر في الاتجاه هذا، فحيكون هيك حيكون مارر، فحيكون في اوت هي 7 من 10، مش 7 من 10، سالب 7 من 10، لان لاحظ الاقطاب هنا سالب وهنا موجب. طيب متى حتتحقق الحالة الأولى والحالة الثانية؟ الحالة الأولى يعني يكون دي واحد أون ودي اتنين أوف لما يكون I input موجب، يعني هنا يكون الأنود مع موجب التيار والكاثود مع سالب التيار. الحالة الثانية حتتحقق لما يكون التيار سالب، يعني هان سالب وهان موجب، فهان سالب مع سالب، موجب مع موجب، تمام؟ طيب لو بدنا نيجي نرسم الرسمة هلأ، I input مع ال V output، متى شو بصير عنا؟ V output عبارة عن I input في R زائد 7 من 10 لما يكون عندي إيش؟ التيار موجب، يعني هيك بكون شكله. لما يكون عندي التيار سالب بكون V output سالب 7 من 10. السؤال اللي بعده بيقول لي for the circuit shown assume constant voltage model، ومعطيني VD on عبارة عن 7 من 10، draw the current flowing through R1 as a function of VN. أول حاجة لاحظ إنه عنا ديودين. هلأ لو افترضت إنه ال V input بالسالب، تمام، أو أقل من 7 من 10، لاحظي الديود الأول مش حيشتغل، لأنه لو كان هان سالب وهان موجب حيكون هذا open وهذا حيكون open، تمام؟ إذا مش حشغل لا ديود واحد ولا ديود اثنين، لأنه حيكون في الكاثود أكبر من في الأنود، لا ديود واحد وديود اثنين، عشان هيك حيكون الديود كلهم off، تمام؟ إذا كانوا الديود كلهم off، هذا في حال كانت في إن أقل من 7 من 10 أو سالبة، تمام؟ في حال كان الديود كلهم off، هذا open هذا open، V output حتكون هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن ولا حاجة. ليش؟ لأنه مش مارر التيار أصلا في الدارة، تمام؟ ما إنه مش مارر التيار في الدارة، إذن I of R1 حيكون عبارة عن 0. لو زودت VN أكبر من 7 من 10 أو قلت إنه VN موجب، تمام؟ وقتها حيشتغل الدايد، بس أنو دايد اللي حيشتغل؟ نيجي نشوف هلأ. لو زودت VN أكتر من 7 من 10 بشوية، يعني مثلا حطيته 1،
تمام؟ لاحظي حيكون على الديود هذا هان واحد بينما هان واصل اثنين، إذن هان جهد الكاثود أعلى من جهد الأنود فهذا مش حيشتغل. هذا حيشتغل ليش؟ لأنه هان أرضي صفر وهان وصل واحد فحيشتغل، تمام؟ إذن دي اثنين حيشتغل، دي واحد حيكون طافي، تمام؟ في هذه الحالة حيكون في أوتبوت هو 7/10 اللي هو جهد هادي زائد التيار اللي مر في المقاومة، تمام؟ إذن حيكون عندي ال V output 7/10 زائد التيار المر في المقاومة، يعني التيار المر في المقاومة كيف بدي اجيبه؟ بدي له في لوب، باش بقول سالب V input زائد I في R1 زائد 7/10 زائد I في R2 بيساوي 0، إذا I of R1 حيكون V input انقليه على الطرف الثاني ناقص 7/10 على R1 زائد R2 لأنه التيار نفسه، تمام؟ طيب اذا بهمني يكون دي 2 متى حيشتغل؟ لما يكون في الانود ناقص في الكاثود اكبر من 7/10، يعني في انبوت ناقص 2 زائد 7/10 زائد في ار 2 اكبر من 7/10، هذا في الكاثود. لو اجيت اطلع في الكاثود، هاي الكاثود، هذا بالنسبه ل في دي 1، هذا احنا بنحكي هان عن دي واحد، هذا دي واحد، تمام؟ 2 زائد 7/10 زائد في ار 2 اكبر من 7/10، اذا في انبوت 3.4 زائد في ار 2. في ار 1 قوانين طلع اي ار 1 عباره عن 2.7 على ار، تمام؟ فهيك بنقدر نرسم الرسمه. عند 7/10 حيشتغل الديود الاول، عند 3.4 زائد في ار 2 حيشتغل الديود الثاني، والسلوب حيكون 1 على ار 1 زائد ار 2، تمام؟ هيك بنكون خلصنا الجزء الأول من المناقشة. ده الجزء الثاني، الجزء الثاني كبير شوية، حأجله لنهاية الأسبوع أو لبداية الأسبوع الجاي إن شاء الله. يعطيكم العافية.